بتأجيل الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام لقواتنا المسلحة. لقد صدر توجيه سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله القائد العام للقوات المسلحة بتأجيل الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام لقواتنا المسلحة. إن هذا التأجيل هو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه ما يحدث لأشقائنا في غزة من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.